السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل حل شيت 7، حل مسألة من 4. بيقول لي write a program that asks the user to enter his information, an ID, name والجريد بتاعه and store in existing file name student.txt and file doesn't exist. If the file doesn't exist, it will be created after the user has supplied his information. The program will print on the screen all student information available in that file. تمام، يبقى هو هنا عايزني اني اشوف ال اخد ال data من ال user ديت واخليها موجودة في ال file بتاعي. تمام، انا دلوقتي عندي ال folder بتاعي هو مفهوش اي حاجة. تمام، نروح نكتب الكود وان شاء الله يبقى كده المفروض ان هو هيعمل لي كريت للفايل وبعد كده يقوم حاطط لي فيه البيانات. تمام، ادي الكود بتاعي، معرف ان هو فايل اسمه فايل 1. انا اخلي بس ديت عادي مش مشكله. تمام، هم قايل له انا دلوقتي عايز ادخل البيانات، فمعرف التراكت كده عشان ايه سهل عليا بس البيانات. هم قايل له ان هو enter id و char name و float grade. تمام، بعد كده هو معرف ان هو student 1. تمام، بعد كده هو قايل له scan ال id من user وبعد كده name وبعد كده grade وبعد كده هو قايل له fprintf عشان يروح يحطهم لي في ايه في الفايل بتاعي. هو قايل له f close الفايل. انا كده هو هنا عندي ما عنديش اي حاجة اهو. تمام، هروح هنا اهو قايل له run، هقوم قايل مستني مني input، هقوم قايل له مثلا ID بتاعي 25، النيم مصطفى. تمام، بعد كده هقوم قايل ال grade بتاعي مثلا 2. تمام، بعد كده هروح اشوف هنا اهو هلاقي minders grade 25 5، وبعد كده دوت كده المسألة هي نمرة 4. إن شاء الله تكون الأمور مبسطة وسهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.